دول الترتيب بتاع ارقام افضل لاعبي وسط الملعب في مصر. رايك يا كابتن هشام؟ مروان يستحق فعلا يبقى رقم واحد دلوقتي. مروان واحد، حمدي اثنين، بوبو ثلاثه، زيزو اربعه، حمروني خمسه. بالارقام. بالارقام وبالمستوى؟ بالترتيب دوت؟ هذا يعني اتفق معاك. زيزو ممكن يجي التالت وممكن يجي الرابع، لان زيزو فعلا يعني اتاثر بلعيبته او بالفريق نفسه كزمالك، اتاثر بالجماعيه، ان هو مش لاقي نفسه في وسط الفريق السنه دي بشكل كويس، لان هو المستوى هبط فجاه، فلما هبط فجاه هو كمان مستواه مش زي الاول، يعني تحس ان المشاكل الاداريه مع المشاكل الفنيه مع الخسارات في افريقيا في الكاس في السوبر اكيد بتاثر يا كابتن على اي حد. لكن الترتيب ده انت مقتنع؟ الترتيب انا متفق فيه. يعني مع كل احترام والتقدير للعمل الاحصائيه دي، بس يعني مال مروان عطيه، ما حدش عمل دي احصائيات موقع. ماشي، احصائيات موقع. مال مروان عطيه بزيزو ورزق حمروني، يعني ده لعيب طرف، لعيبه وسط كلها خير. دي واحده بس. ده لعيب طرف، ده لعيب ديفندر. بقارن بديفندر بطرف ازاي؟ يعني دي حاجه ودي حاجه. يعني مثلا ما تيجي تقارن زيزو هتقارنه مثلا بمحمد عبد القادر، تقارنه مثلا بحسين الشحات، لكن نمره اثنين. مروان عطيه نمره واحد. ليه مروان عطيه نمره واحد ليه؟ ارقامه بتقول كده. ارقام ايه طيب؟ القطع والتسليم لا مروان وصف. مروان انا من وجهه نظري، حمدي فتحي انا من وجهه نظري نمره واحد. مروان عطيه لعيب كويس جدا وهو جاي، لكن احنا بنعمل سبوت على مروان لانه دلوقتي بقى لعيب في النادي الاهلي. مروان عطيه ما هو بيلعب سنتين، بيلعب في الاتحاد السكندري، ما حدش يجيب سيرته. لعب 19 مباراه. لكن مع النادي الاهلي ماشي كويس بتاع، لكن فكره الارقام، الارقام دي بقى بنتكلم مثلا صنع كم هدف، زاد في كم لعبه، جاب كام جون، معرفش ايه، لكن التسليم والتسلم والقطع لا هو متميز. لكن انا شايف لو احنا بنتكلم على، طب ما ترتب حمدي فتحي. انا يعني لو انت بتتكلم في اللي انت قلتوه، حمدي فتحي قبل مروان. يعني حمدي فتحي كلاعب مؤثر جوه الملعب، مروان جاي، لكن ما ينفعش نحط مروان قبل حمدي فتحي. حمدي فتحي هو نمره واحد. مروان عشان هو كان بيلعب بس وعنده استقرار الفتره اللي فاتت بس، خلال من ساعه ما حمدي فتحي بيلعب وبيجيب جوان كان قاعد ولعب ورجع تاني لمستواه. يعني مش فيش اختلاف كبير. لا 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 لا. ايوه طب ماشي، مين تاني؟ لا اكثر خبرات حمدي فتحي. طبعا خبرات واكثر اهداف ايه؟ رقم اثنين. اصل انتوا ذكرتوا اربع لعيبه بس، يعني خمسه. ما انا بقول لك ما ينفعش اقارن. طب عندك حد في دماغك؟ ما ينفعش اقارن لعيب. هو مش انا حاطط المقارنه خالص على فكره. ما انا بقول لك اهو، انا ما ينفعش اقارن لعيب. عندك حد في دماغك؟ يعني كلاعب نص ملعب. يعني تقول لي مثلا رقم اثنين فلان ما جبناهوش، هو مثلا يعني مثلا محمود حماده. لو احنا بنتكلم احترامي طبعا، هو محمود حماده بيلعب فين؟ ازاي اقارن لعيب منتخب مصر اساسي وما جيبوش؟ يعني ازاي يكون محمود حماده بيلعب في فاركو اساسي في منتخب مصر، بس المشكله ان معلوش سبوت اعلامي. طب هقول حاجه خالد، معلش، معلوش سبوت اعلامي فيش هيجيبه، اصل ده بيلعب في منتخب مصر. لا مش مهم منتخب مصر. طيب. المهم بيلعب في النادي الشعبيا اكتر. طيب. مين طبعا خالد حماده. محمود حماده اساسي منتخب مصر، لازم يبقى موجود. محمود محمود حماده اساسي منتخب مصر. ممكن اسالك سؤال؟ افضل لعيب في مصر مين دلوقتي؟ افضل لعيب في مصر بصفه عامه، بصفة عامة منتهى الصراحة. أفضل لعيبة محليا ولا بره؟ محليا. أفضل لعيبة معظم اللعيبة اللي بتلعب في النادي الأهلي. يعني لو أنت عايز تقول لك مثلا أحسن سيرد باك محمد عبد المنعم، أحسن حارس دلوقتي الشناوي، أحسن باكرايت محمد هاني، أحسن ديفندر حمدي فتحي، أحسن مثلا مهاجم مثلا دلوقتي كهربا مثلا، حسين الشحات عالمي، بيرسي تاو رائع، علي معلول أحسن باك ليفت. يعني كحالة كان ليك وجهة نظر إن صبحي والشناوي قريبين من بعض، هل في التوقيت ده فنان قريبين؟ بص يا كابتن، الشناوي الاستقرار، المدافعين اللي قدامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وبتاع، المدافعين اللي قدامه، ما هو أنت ما تقدرش تقارن واحد بيجي له كورتين ثلاثه وبس، كورتين جامدين وبيتالق زي الشناوي، واحد بيجي له 20 كوره في الماتش. يعني صعب الموضوع، صعب. والحاله النفسيه اللي بيمر بيها نادي الزمالك والهزايم الكتيره بتجيب مشاكل، بتجيب الفوز والانتصارات. لكن انت قناعاتك دلوقتي ايه؟ ان محمد الشناوي نمره واحد. بالمقارنه محمد صبحي وعواد، لا الاثنين قريبين من بعض. يعني انا صبحي يعني وعواد كان قريبين البعض بعض. يعتقد مثلا صبحي اعلى شويه في الاول، عواد شويه، لا الاثنين قريبين من بعض وممكن اي حارس فيهم يقف. يعني والمسافه بينهم قريبه جدا، عواد وصبحي.
لا دلوقتي ما تقدرش. ما هو دلوقتي بص يا كابتن سيف عشان الناس كانت بتزعل، الظروف بعدتها يعني. بص يا كابتن سيف الناس كانت بتزعل. انا كنت من شويه بقول الترجي مستوى اقل من العادي وبيلعب من غير حارس. فبعض من جماهير النادي الاهلي زعلت، قال لك مش ده الترجي اللي تصدر مجموعتكم؟ فانا عايز افهم الناس يعني وجهه نظري. يعني الترجي لما كان بيلعبنا كان متصدر الدوري التونسي تمام، والزمالك حتى وهو متصدر الدوري التونسي كسبه 3-1 هنا تمام. اما الزمالك راح لعب الترجي هناك لعب قدام 50,000 تونسي صح ولا في وجود حمدو الهوني، في وجود الشعلالي، في وجود بن عياد، وفي وجود معز بن شريفين. انت عايز تقول التوقيت ده الفنيه بتختلف. في التوقيت ده كان الاهلي وحش، اللي هو في دوري المجموعات كان اتغلب من صن داونز واتعادل هنا واتغلب من الهلال وصعد في الاخر و50 الف متفرج في ماتش الهلال السوداني في الاخر. لكن التوقيت ده الترجي بقى خامس في الدوري التونسي مستواه بعيد، الاهلي بقى افضل بكتير. هو نفس السؤال بقى اللي انا بساله، في التوقيت ده المسافه بين الشناوي وصبحي قريبه ولا بعيده؟ لا بعيده طبعا يعني بعيدة. انت راجل دلوقتي بيلعب على نهائي افريقيا ومتصدر الدوري وخد السوبر ايوه، والناحيه الثانيه في مشاكل وفي هزايم وفي بتاع. لو انت صاحب قرار تقف صبحي ولا عواد؟ لا انا بشوفه في التمرين بـ 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 لكن الاثنين قريبين يعني، الاثنين عندهم ميزات والاثنين عندهم اخطاء. كابتن مش ليه مش هيقف؟ انت لو صاحب قرار توقف مين؟ والله ما لازم اشوفه في التمرين. ما انت يعني كابتن حافظهم وبتشوفهم في التمرين اكتر اكتر ما بتروح البيت. كابتن سيف انت بتحكم على اللاعب من مستواه صح، فانت اللي دلوقتي الاثنين قريبين يعني انت لو بدات بعواد او بدات بصبحي مش فارقه كتير يعني هما الاثنين قريبين، ما تقدرش تقول واحد متفوق بصوره كبيره. بس كابتن هشام افضل لعيب في مصر مين؟ لا هو هتفق مع خالد ان هو هما في الاهلي احسن لعيبه دلوقتي، الحاله الفنيه عاليه جدا في لعيبه الاهلي كلها، فمش هتقدر تقول احسن لعيب لان انت يعني. طب افضل لعيب في الاهلي مين؟ افضل لعيب ايه؟ في الاهلي مين؟ افضل لعيب في الاهلي؟ ما هم دلوقتي الاهلي فريق جماعه يا كابتن، يعني الزمالك السنه اللي فاتت كنت اقول لك زيزو، يعني زيزو كان بارز قوي في الزمالك، افضل لكن النهارده الاهلي فرقه جماعيه. افضل اثنين ما هو خالد اصل قال لك الشناوي خط الظهر، محمد هاني بقى راجع لمستواه بشكل كبير جدا، محمد عبد المنعم هايل، علي معلول يعني علي معلول ده واحد من اهم اللعيبه اللي في النادي الاهلي. طيب نص الملعب اختار لك مين ولا مين؟ هو في امهر بصراحه يعني كهربا انا شايف ان هو في افضل حالاته. ممكن اقول لك امهر افضل كلهم في احسن في احسن حالاتهم. امهر احمد عبد القادر من وجهه نظري الامهر، ومعاه بيرسي تاو وكهربا. بيرسي تاو يبقى الافضل دلوقتي. كهربا لعيب انا بتكلم على المهاره زي ما انت قلت. لا يعني لا عبد القادر وبيرسي تاو امهر من كهربا، لكن كهربا بيخلص على المرمى يعني صح. انا شايفه مثلا كهربا واحد من احلى الاهداف اللي جابها اللي هو هدفه في الهلال السوداني صح. حاجات بتاعت كابتن خطيب دي.